خالد سليم يسرق الأضواء من نجمات حفل الجونة، حصد لقب صاحب أغلى إطلالة، جاكيت البدلة كان مطرز بالماس الحر 80 قيراط. تعالوا نتعرف في هذه الحلقة تفاصيل إطلالة خالد سليم الباهظة. استطاع خالد سليم أنه يحصل على لقب صاحب أغلى إطلالة في حفل افتتاح مهرجان الجونة، فكان له حضور استثنائي بإطلالته المميزة، واصطحب خلال الحفل زوجته اللي ظهرت معه على الريد كاربت. اختار خالد سليم بدلة باهظة الثمن، فارتدى جاكيت مطرز بالماس ونسق معها قميص باللون الأبيض وحذاء أسود. البدلة من تصميم مصممة الأزياء مارجو حنا، وسعر الماس الموجود في الجاكيت اتجاوز $1,000,000. البدلة مرصعة بالماس الحر 80 قيراط باللونين الأبيض والأسود، موزع على الياقة واليد. أما زوجته فارتدت فستان أسود أنيق مفتوح من الساق وعاري الكتفين. خيرية هشام هي زوجة خالد سليم، وتعرف عليها أثناء وجودها برفقة الفنان إيهاب توفيق في إحدى السهرات، ولفتت انتباهه بعد ما تعاملت معه بتجاهل وقلة اهتمام في أول لقاء جمعهم. فعاليات مهرجان الجونة شهد الكثير من المواقف على الريد كاربت، كان أبرزها خلاف لبلبة مع أحد المصورين، حيث انفعلت عليه وطلبته بالتوقف عن تصويرها من الخلف، ووعدته أنه تعطيه فرصة لتصويرها بشكل جيد عند انتهاء حوارها مع إحدى المجلات. خلال حفل الافتتاح تم تكريم أحمد السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي، وقدمتها له الفنانة هند صبري، وألقى على المسرح كلمة طويلة وجه خلالها إهداءات للكثير من أصحاب الفضل في نجاح مشواره. ضمن فعاليات الحفل تم تقديم استعراض راقص على طريقة سمير غانم لفوازير فطوطة، وكانت هذه الرقصة تحت عنوان سمورة ملاك الكوميديا.